كيفاش انكم تحكموا في الطوموبيل في بواطا فيتاس بالضبط، علبه ديال السرعات. شو الاخوان من يطلعوا للطوموبيل وسمعوني مزيان، من يطلع الطوموبيل كتلقى بواطا فيتاس هكا، ولكن حنا ما نقدروش نعرفوا واش بواطا فيتاس بوامور ولا لا. اشنو غدير؟ كوم تخليوا واحد لايك، علاش ما كديروش لايك؟ واش ما نستاهلش؟ نستاهل ولا ما نستاهلش؟ خليو لي الراي ديالكم والدرس اللي بغيتوني ندير لكم وراء هذا الفيديو هذا. وما تنساوش انكم دعموا شي شويه الفيديو باش ان شاء الله نلقى واحد الاقبال ونعطيكم دروس جداد. اغلبيه ديال المبتدئين ملي كتقول ليه دير بامور ولا شوف واش بامور، كيدير هكا. هذه فكره غلطه او طريقه غلطه باش تقلب واش بامور، راه ماشي هكا بامور. الا لاحظتوا بان الفيتاس شوف كنجبد عليه اليمين واليسار، شوف كيفاش كيرجع هكا، كنعرفوا بان راه بوامور، هذا بامور. ولكن باش اننا ندوزو المستوى الاول الثاني الثالث الرابع، يعني بروميام دوزيام تروازيام كاتريام سانكيام اير مارشاليان، دابا خصنا نعرفوا بوامور فين جات. بوامور هي هذه النقطه، هذه الصفر هذه. الا كتشوفوا 1 3 5 2 4 اير، هي 1 2 3 4 5 اير، هذا الوسط هذا هو بوامور. الا بغينا حنا ندوزو هي بوامور، بغينا ندوزو المستوى الاول يعني بروميير، خصنا شنو نديرو دائما؟ هذه هي الطريقه باش نشدو بواط فيتاس، يعني اللوفي غنميلو الجهه ديال اليسار هكا، هي في بامور، نميلو الجهه ديال اليسار وندفعو لقدام، هذا هو بروميير. دابا الغريب في الامر والغلط اللي كيديروا المبتدئين هو ان ملي كيدير بروميير كيبغي يدوز للدوزيام، اشنو كيدير؟ هذا هو الغلط، انتبهوا لهذه، هذه اللي بغيتكم تنتبهوا، هو انهم كيديروا بالزربه، ما كيعرفوش واش دخلوها في دوزيام او لا في كاتريام او لا في مارشاريان او لا لا لا. ملي تكون بروميير وتبغي دوز من بروميير للدوزيام، اشنو خصك دير؟ هو ان هاد الحركه تبتوا عليها مزيان. اللي غندير دابا هاي يدي محيده، هي في بروميير، ملي غنبغي ندوز الدوزيام اشنو كندير؟ كنشد هاد اللوفي هذا وكنميل شي شويه، شوفوا هاد الحركه، كنميل شويه وكنجبدوا اللور، ولكن خص يدي تبقى دافعه للجهه ديال اليسار هكا، وندفعوا اللور يعني نجبدوا اللور باش كيمشي لنا من بروميير للدوزيام، يعني من بروميير للدوزيام، ما يدوزناش للكاتريام. راه الا كان في بروميير بحال هكا وجبدتي عليه بالزربه هكا، راه كيمشي لك للكاتريام. لا، خص بروميير غنميلو ها الحركه اللي وصيتكم عليها بالنسبه للمبتدئين، وجبد اللور كيمشي لك للدوزيام. صافي، ها حنا في الدوزيام. دابا بقى لنا من الدوزيام للتروازيام، نحاول نزرب باش ما يكونش عندكم الفيديو طويل بزاف. حنا دابا الدوزيام غنمشيو للتروازيام، اشنو غنديرو؟ ما تشدوش الفيتاس هكا باش ندوزو من الدوزيام للتروازيام، لا، خصنا نشدو هكا من الفوق هكا باش اننا ندفعو واحد الدفعه الخفيفه باش يجينا البامور باش كندوزو للتروازيام. ندفعو، ها هي، هو في بامور دابا، باش كندفعو نيشان. انا دوزت دابا من الدوزيام للتروازيام، غادي نعاود. ها بروميير، من بروميير للدوزيام ميل هكا ونجبد اللور، هو في دوزيام. من دوزيام للتروازيام ما نشدش هكا، غنجب نجبد واحد الدفعه خفيفه. الى لاحظتوا شوف واحد الدفعه خفيفه كيرجع للبوامور، كندفعوه نيشان كيمشي للتروازيام ويدك من الفوق. دابا بقى لنا من التروازيام للكاتريام، الى لاحظتوا هاد الشيمه هادي طريق نيشان، يعني هو ملي كيكون في التروازيام نبغيو ندوزو كاتريام، ما تشدش الفيتاس من الجنب او لا تشدو هكا، لا، شدو من الفوق وجبد ها بامور ها كاتريام، وكل ما رخيتي يدك راه كتحس بالفيتاس دخل ها كاتريام ها بامور ها تروازيام ها تروازيام ها بامور كاتريام. دابا هنا دوزت كاتريام، دابا من كاتريام المستوى الخامس يعني سانكيام غنجيبو ها البامور، عاود بامور، الا دفعنا نيشان كيمشي لتروازيام، كيفاش غندوزو سانكيام؟ خصنا نميلوه هكا، نميلوه للجهه ديال اليمين وكندفعو لقدام كيمشي لنا. اما بالنسبه لار، ار هو مارشاريال، يعني كيفاش نرجعو اللور؟ كيكون في بامور كتميلو للجهه ديال اليمين ودفعوا اللور، هذا هو مارشاريال. كنتمنى ان هذا الدرس هذا يجيكم خفيف بالنسبه لبواطا فيتاس، وحاولوا انكم ما تشوفوش بواطا فيتاس ملي تكونوا كدوزوا الفيتاسات.